الله عز وجل يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طريق تحصيل الهداية يا رب كيف؟ فاستهدوني أهدكم. في أسهل من هذا؟ هل هناك أيسر من هذا السبب وأسهل من هذا الطريق لتحصيل المطلوب؟ الدعاء والإقبال على الله بصدق أن يعطيك الهداية، وهي أعظم عطايا الرب التي يمن بها على العبد، أن يمن عليه بالهداية، ومن وفق إليها وفق إلى السعادة. ولهذا في أول المطالب التي ذكرها الله عز وجل ذكر الهداية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.